السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنتكلم مع بعض في تاني فيديو في مديول الهيماتولوجي، بعد ما اتكلمنا عن الار بي سيز واختها اللي ما نجحتش تبقى زيها اللي هي الريتيكلوسايت، وكمان اتكلمنا عن الدبليو بي سيز، وخدنا كل حاجه سريعه كده بس عنها اللي احنا كل واخدينها قبل كده انتوا في مديول الهوست. هنتكلم دلوقتي عن تاني حاجة من المكونات بتاعة الدم وهي البليتلت. أول حاجة عندي هناخد إيه؟ هناخد أول حاجة الأورجن بتاع البليتلت جاي من إيه؟ والدايمتر بتاعها والنمبر عددها اللايف سبام، وهنعرف يعني إيه لايف سبام اللي هي المدة اللي بتقضيها جوه الدم، الاستراكشر بتاعها بالال ام والاي ام، وآخر حاجة الجرانيول اللي أنا بشوفها في الصورة بتاعة الاي ام إيه بتاعتها. اول حاجه زي ما قلت لك هنتكلم عن البليتلت او ثرومبوسايت. ثرومبوسايت، كلمه ثرومبو جايه طبعا سايت يعني خليه، كلمه ثرومبو بقى جايه من ثرومبس. ثرومبس اللي هي جلطه، لان زي ما انتم عارفين ان البليتلت او الصفائح دي المسؤوله عن تكوين الجلطات، هي المسؤوله عن تكوين الجلطات في الدم. لما يحصل كات في اي بلاد سبلاي، طبعا البلاد سبلاي يعني مش لازم تنزف او تتعور عشان يحصل لك قط، ممكن مثلا ان مثلا تاخد خبطه، مثلا دراعك انخبط وانت مش شايف قدامك، بس يحصل قطع للبلاد سبلاي بس صغير جوه دراعك، مثلا لو خبطت في دراعك يحصل قط بسيط انت ما تلاحظوش او تلاحظ اي هيمورج او تلاحظ اي حاجه، ولكن ده القط ده انت مش بتلاحظه ليه؟ بسبب وجود البليتلت. البليتلت بتتجمع وبتبقى موجوده فين، بتبقى وبتقفل لي القط ده، او ان مثلا حصل علو في الضغط بشكل مفاجئ فسبب لي مثلا قطع في الأو في ال في مثلا في اي شريان من الشرايين الصغيره او وريد، فالقطع ده هو ده اللي بيعالجه لي البليتلت. ولولاها كان زمان الواحد ماشي بينزف، الواحد ماشي بينزف وتلاقي الجسم كله نزيف وهو ايه، حتى ما اتخبطش او حد جه ناحيته حتى. إيه طب دلوقتي الاورجن بتاع اول حاجه، احنا زي ما قلنا ايه، هتكلم عن ايه الاورجن. الاورجن بتاعها هي اصلا عباره عن ايه؟ عباره عن نون نيوكليتد سيتوبلازميك فراجمنت. نون نيوكليتد سيتوبلازميك فراجمنت جاي من مين؟ جايه من خليه اسمها جاينت سيل في البون مارو. طب هل هي اسمها جاينت سيل؟ لا، هي خليه جاينت بسبب حجمها الكبير. طب حجمها الكبير ده كانت ايه؟ كانت بتاكل ياما؟ لا، حصل لها تضاعف وانقسامات، تضاعف وانقسامات، وصلت لحد ان حصل لها تضاعف، وصلت ان هي تبقى 92 كروموسوم. طبعا الخلايا الطبيعيه 46، 44 زائد 2، ديت وصلت ان هي تبقى 92 وما رجعتش تاني للحجم الطبيعي بتاعها. فهي حتى لما تشوف الصوره بتاعتها، ايوه الصوره بتاعتها، هتلاقي النواه بتاعتها كبيره قوي. النواه بتاعتها ايه؟ كبيره قوي. تمام، وصل فيها الكروموسومات 92. طب الخلايا دي اسمها ايه؟ اسمها ميجا كاريوسايت، اسمها ميجا كاريوسايت. طيب الاسم ده تفصيله ايه؟ ناخدها مقطع مقطع. كلمه ميجا يعني ايه؟ يعني ايه ميجا؟ ميجا يعني حجمه كبير، حجمه كبير. حتى كان في ايس كريم طالع من الكلام ده، كان من فتره كان نازل، كان اسعار الايس كريم الطبيعيه إيه مثلا بتلعب في 3 4 جنيه، الميجا ايس كريم ميجا ده كان ب 8 جنيه اعتقد، ما اعرفش دلوقتي بقى وصل 15 جنيه ولا 20 جنيه، مش عارف بكام. المهم ان هو ليه كان سعره غالي كده؟ عشان هو كان ميجا، حجمه كبير، ايس كريم ميجا المكسرات. المهم إيه، طب كلمه كاريو، كاريو دي لو تفتكر في الجيناتكس الترم اللي فات، فاكر الجيناتكس الترم اللي فات، او لما كنت خدت الجيناتكس ده بالنسبه للدفعات الجايه انا ان شاء الله. إيه كلمة كاريو لو تفتكر، كاريو تايبنج اللي كنتوا اخدتوها في الجيناتكس ديت، كانت ده العلم اللي بتدرس فيه الكروموسومات بتاع الخلية. فكلمة كاريو ديت عشان الكروموسومات اللي فيها، وصلت عشان ايه؟ خلية. طيب دلوقتي اشمعنى ميجا كاريو؟ عشان زي ما قلت لك هي الكروموسومات اللي فيها كتير، فقلت ان هي عندها ميجا من الكروموسومات، يعني كروموسومات كتير اللي هم كام؟ انا قلت لك عليهم ايه؟ 92. طيب بتيجي ازاي او بتتصنع ازاي؟ اقول لك يا سيدي، بتبدا القصه كلها من ان حصل مثلا نزيف او قطع في الاوعيه الدمويه، اللي بيحس بيه، اللي بيحس بالنزيف ده الكدني والليفر كمان، بس مين الكدني يعني؟ المهم ان الكدني والليفر بيطلعوا انزيم اسمه ثرومبوبايوتين.
ثرومبوبايوتين. ثرومبوبايوتين ده بيروح للبومرو عند خليه جواها اسمه مايلويد ستيم سيل. المايلويد ستيم سيل بتتحفز بالثرومبوبايوتين طبعا، بتتحول بعد كده ميجا كاريو بلاست، والميجا كاريو بلاست بتتحول لميجا كاريو سايت. الميجا كاريو سايت زي ما انت شايفها، شفت الميجا كاريو بس كانت عاديه، شفت الميجا كاريو سايت عامله ازاي؟ النواه بتاعتها نوبليتد. ليه؟ عشان مقسومه تضاعفت الماده الوراثيه اللي جواها، تضاعفت وبقت كتير. وبيطلع للميجا كاريو سايت ديت سيتوبلازميك بروسيس. دي هي ديت النون فراجمنت، هي ديت اللي بتبقى، هي دي البروسيس دي بتنفصل بعد كده، بتنفصل بعد كده وبتكون لي مين؟ بتكون لي ايه؟ البليتلت. هي اللي بتكون لي البليتلت. يبقى البليتلت بروسيس دي هي دي اللي بتكون لي، هي دي اللي بتكون لي ايه؟ البليتلت بعد كده. حلو. البروسيس اللي عندي مين؟ البروسيس اللي عندي مين؟ اللي عند الميجا كاريوسايت. زي ليه؟ زي ما قلت لك ان البليتلت اصلا في السلايد اللي فات قلت لك انها عباره عن نون نيوكليتد سيتوبلازميك فراجمنت. هي دي الفراجمنت بقى، هي دي السيتوبلازميك فراجمنت. طيب سؤال، السيتوبلازمك فراجمنت دي فيها ايه من محتويات السيتوبلازم؟ لان هي كده خلي بالك متوصله على السيتوبلازم، طب فيها ايه بقى؟ قال لك فيها كل مكونات السيتوبلازم ما عدا النواه وجولجي. يبقى كده هي فيها كل المكونات اللي موجوده في الميجا كاريوسايت ما عدا النواه وجولجي، ما عدا ايه؟ النواه وجولجي ايه؟ ابارتس. تمام. وادي ديت صوره اي ام للخليه اللي هي مين؟ الخليه اللي هي ميجا، الميجا كاريوسايت. زي ما شفت الخليه كبيره اهي، والنواه بتاعتها كبيره، او النواه كبيره اهي. وادي عندك شفت الحته الكور الصغيره ديت، الكور الصغيره دي مايتوكوندري، الكور الصغيره دي ايه؟ مايتوكوندري. حلو. تفصيل السؤال مش عليك. وده دايجرام بيوضح ازاي الخليه بتعمل. ادي الخليه اهي عندها النيوكلاس، هنعتبر ان النيوكلاس بدات ان هي تطلع مايكروتوبيول، تقسم لي السيتوبلازم لاجزاء صغيره عشان يطلع لي السودوبوديا او السيتوبلازميك بروسيس. وبعد كده بعد ما اتقسمت وكل واحد فيهم اتحوش فيه جزء من الاورجانيل، الاورجانيل والجرانيول جواه اهو، كل واحد فيه جزء من الجرانيول، بيبدا يتكون لي السودوبوديا، والسودوبوديا بتكون لي البروسيس، وبعد كده البروسيس بتنفصل وبتديني مين في الاخر؟ بتديني البليتلت. بتديني ايه؟ البليتلت. حلو. والنواه بتستنى ايه؟ بتبقى نيكت نيوكليوس، يعني نواه متعريه من غير سيتوبلازم. ترمي دي بقى. طيب انا اتكلمت كده عن ايه؟ عن اول حاجه الاوريجن، البليتلت اوريجن. تاني حاجه الدايمتر، الدايمتر بتاع البليتلت 2 ل 4 مايكرو، 2 ل 4 ايه؟ مايكرو. طيب النمبر بتاعها ايه؟ النمبر بتاعها 150 ل 400,000، 150 ل 400,000 بير كيوبيك ملي متر اوف بلاد، لكل ملي متر مكعب من الدم. يبقى كده هي عددها 150 ل 400,000، 150 ل 400 ايه؟ 1000. طيب اللايف سبان بتاعها كام؟ اللايف سبان بتاعها من 5 ل 10 ايام، من 5 ل 10 ايه؟ ايام. طب هتقول لي ايه علاقه، العلاقه ما بين العمر اللايف سبان بتاعها والنمبر بتاعها؟ النمبر بتاعها صغير، اللايف سبان بتاعها قليل لان عددها قليل، اللايف سبان بتاعها قليل لان عددها قليل. لو جيت بس مثلا على الار بي سيز هنلاقي ان هي النمبر بتاعها افريج يعني 5 مليون، 5 مليون، ولكن اللايف سبان بتاعها 3 او 4 شهور. حلو. فعددها ملائم لللايف سبان، انما ديت 150 ل 400,000 بس، فيا دوبك هي بتغيب 5 ل 10 ايام فقط في السيتوبلازم، وبتتحول وبعد كده ايه؟ بتتكسر ويجي غيرها، وبتتكسر ايه؟ ويجي غيرها. طبعا زي ما انت عارف ان الدوره ما بتقفش، يعني مش بستنى ان انا اكسر واعمل عشان اعمل تاني، لا هو كله شغال، ده بيكسر وده بيشتغل، ده بيكسر وده بيشتغل، كل واحد ايه؟ شغال الشغل بتاعه. جميل. كده فضلنا ايه؟ فضلنا الاستراكشر. طب الاستراكشر زي ما انت متعود، الاستراكشر ببص عليها بايه؟ ببص عليها بالال ام والاي ام. بالال ام قال لك كل بليتلت بتبان ك از فور افويد نون نيوكليتد ماس، افويد نون نيوكليتد ماس، هي عباره عن ماس جزء كده افويد لونه بيضاوي، لونه اسف حجمه بيضاوي، نون نيوكليتد ما فيهوش نواه، ماس اوف سيتوبلازم، جزء من السيتوبلازم زي ما قلت لك نون سيتوبلازميك فراجمنت. حلو. سراوندد بي سيل ميمبرين. جميل. طيب بتكون من ايه برضه؟ بتكون من بريفرال زون، بريفرال زون ولونها بلو ترانسبيرنت اسمها هيالومير،
بريفرال زون هيالومير، وسنترال جرانيولار زون اسمها جرانيولومير. يبقى كده بريفرال زون هالومير وسنترال زون ديت اسمه ايه؟ جرانيولومير. يبقى تاني البريفرال زون، البريفرال زون ده لونه ايه؟ لونه بلو، بلو ترانسبيرنت، بلو ترانسبيرنت يعني ازرق فاتح، ازرق فاتح او شفاف، ازرق شفاف. إيه ودي بتبقى ايه؟ ده السطح اللي بقى او الجزء اللي بره منها، الزون اللي بره، واسمه ايه؟ هيالومير. طيب السنترال، السنترال جرانيولار زون بيبقى جزء في السنتر وفي جرانيول، بيبقى لونه ايه؟ لونه بيربل، واسمه ايه؟ جرانيولومير، اسمه جرانيولومير، جرانيولومير. ادي جزء الهيالومير، ادي الهيالومير، وادي الجرانيولومير. الهيالومير الجزء اللي بره ده، وادي الجرانيولومير اللي جوه، الهيالومير اللي بره، الجرانيولومير اللي جوه. حلو. وهنا الهيالومير اللي بره، والجرانيولومير الغام اللي في النص ده، وهكذا. جميل جميل. ندخل على ال ام. طب انا دلوقتي زي ما انا قلت لك، زي ال ام اسف، زي ما قلت لك انا بشوف الاستراكشر بي ال ام وبفسره وبوضحه بمين؟ بال ام، بالاي ام. حلو حلو. طيب قال لك بالاي ام البليتلت ار سراوندد باي سيل ميمبرين، البليتلت محاطه بسيل ميمبرين، كفرد باي سيل كوت او جلايكوكايلتس. يعني ايه السيل كوت ده؟ السيل كوت ده واحد من الاستراكشر اللي بتبقى متعلقه بالسيل ميمبرين. ده الاستراكشر ده بص هو ليه ميزه في حاجه، ان هو ستيكي يعني بيلزق. طب اللزق ده هو ليه وظيفتين، ستيكي لزق، وكمان اللي هو يتعرف ايدنتيفيكيشن. يبقى كده هو ستيكي وستيكي وبيتعرف. ستيكي بيلزق، بيتعرف بايه؟ بيتعرف على المكان بتاع النزيف، بيعرفه. تاني حاجه وكمان بيتعرف، خلي بالك مش مكان نزيف بس، بيتعرف كمان، ليه وظيفه في المناعه ان هو بيتعرف على المكان، الخلايا الغريبه زي خلايا سرطانيه مثلا بيعرفها، ويبدا ان هو يلزق ويمسك فيها، يمسك فيه عشان ينادي للرجاله اللي هتيجي تشتغل اللي هم مين؟ الليوكوسايت. جميل جميل. طيب بيلزق في مين؟ بيلزق فيه سواء في الخليه السرطانيه الغريبه او وبيلزق في ايه؟ خلينا في الجزء بتاعنا هنا، بيلزق في المكان اللي فيه النزيف، فيبدا ان هو وهي ماشيه لقت مكان فيه نزيف تروح لازقه فيه، لقت مكان فيه نزيف تروح لازقه فيه. فمين اللي بيساعدني ان هو يمسك في المكان ده؟ يمسك في المكان ده بالذات اللي هو ايه؟ الجلايكوكايلتس المتحوط بالسيل ميمبرين من بره. حلو؟ حلو. طيب تاني زون معانا، تاني زون حاجه اسمها الهيالومير. مش احنا قلنا هو سيل ميمبرين ومن بره هيالومير ومن جوه جرانيولومير. حلو. بص سيبك من الكلام، تعالى في الصوره، تعالى ايه في الصوره. ادي السيل ميمبرين بره، ادي السيل ميمبرين. افتح معايا الكتاب او افتح معايا البي دي اف بتاع المحاضره عشان بس ايه تتابع معايا لو عايز تبص على الكلام. ادي السيل ميمبرين من بره، السيل كوتا او الجلايكوكايلتس. طيب عندنا ايه؟ الاثنين زول، الهيالومير. الهيالومير ده قال لك الهيالومير ده بيتكون من فور ايتم، فور ايتم. اول ايتم معايا حاجه اسمها اوبن كانيلكولار سيستم، اوبن كانيلكولار سيستم او فيزيكال. ادي الاوبن كانيلكولار سيستم اهو، ادي واحده وادي الثانيه من الاوبن كانيلكولار سيستم. ادي اوبن كانيلكولار سيستم، نغير الخط بقى اهو، ادي اوبن كانيلكولار سيستم وادي اوبن كانيلكولار سيستم. طيب فين الاوبن كانيلكولار فيزيكال؟ ادي واحده اهي، وادي كمان واحده اهي، وادي واحده اهي، ودي برده من السيستم، ودي برده من السيستم. حلو كده؟ حلو. طيب الفيزيكال او الكنال دي، الكنال دي فايدتها ايه؟ قال لك قبل ما اعرف وصفتها اشوف هي متوصله بايه؟ هي متوصله او معمول لها انفاجينيشن في البلازما ميمبرين. طب انفاجينيشن في البلازما ميمبرين ده هيساعدها ان هي هيساعدها ان هي توصل لجوه، مين جوه؟ الفيزيكال اللي في النص اللي انا لسه هاجي اقولها لك دلوقتي. طيب هي وصلت للفيزيكال اللي جوه، وبعدين يعني ايه الوظيفه بتاعتها برضه بعد ما توصل الفيزيك؟ قال لك بتعمل فاسيليتيت اللايبريشن، فاسيليتيت اللايبريشن بتاع الستورد كونتاكت في البريتلت. يعني ايه؟ يعني بتسهل لي الخروج او التحرير من الاخر، ان الجرانيول اللي جوه تفضي المحتويات بتاعتها بره الخليه، تفضي المحتويات بتاعتها ايه؟ بره الخليه. جميل جميل كده. اول حاجه من مكونات الهيرومير اللي هو اوبن كانيلكولار سيستم. تاني حاجه الدنسيتي تيوبلر سيستم. الدنسيتي تيوبلر سيستم ده عباره عن الكترون دنس ريجولار، الكترون دنس ريجولار تيوبيول، الكترون دنس ريجولار تيوبيول. وادي اهو،
ادي هو شكله، هو ده هو ده الكترون دنس ريجولار تيوبيول، الكترون دنس ريجولار ايه تيوبيول. تالت حاجه معايا باندل اوف مايكرو تيوبيول، باندل اوف مايكرو تيوبيول. طب مايكرو تيوبيول دي، مايكرو تيوبيول دي موجوده فين؟ قال لك برقه اهي، ادي المايكرو تيوبيول. قال لك هي بارلل تو سيل ميمبرين، هي موازيه للسيل ميمبرين، موازيه للسيل ميمبرين. ودي بتعتبر لو انت تفتكر الهيستو بتاع سنه اولى ان السيتوسكلتون انا كنت ده بشبهها بايه؟ بشبهها بالعمدان، العمدان بتاعت الخليه، هي اللي بتعمل لي الشيب، بتسكل لي الشيب بتاع الخليه. ومين اللي بيشكل لك انت كبني ادم؟ مين اللي بيشكل لك الشيب بتاع الجسم بتاعك؟ السكلتون اللي بيشكل لك الدراعات والرجلين والجسم والثراسك كيج. مين اللي بيشكل لك المنطقه بتاعت الشيست مثلا؟ الثراسك كيج اللي هو مين؟ العظم. فعشان كده بسميها ان هي الانترنال سكيلتون او الهيكل، الهيكل بتعتبر ان هي الهيكل بتاع مين؟ بتاع الخليه، الهيكل بتاع الخليه اللي بيخليها اوفال ان شيب، هو ده الهيكل بتاع ايه؟ الخليه. يبقى هي كده البليتلي موجوده بارل للسيل ميمبرين، موجوده بارل للسيل ميمبرين، و بتساعد ان هي تحافظ على شكلها الايه؟ الاوفر، وبتعتبر الانترنال سكيلتون. خلي بالك انترنال سكيلتون، انترنال ايه سكيلتون. يبقى كده علم على الحاجات اللي احنا خدناها في اول زون عشان ما تنساش. احنا قلنا اول حاجه ايه؟ الجلايكوكاليكس ده بره مالناش دعوه بيه، ده خلاص، ده خلاص. خلينا اعلم بقى، حط معايا كده نرقم، ادي واحد اوبن كانيريكان سيستم، اتنين دنس تيوبرر ايه سيستم، دنس تيوبرر ايه سيستم، تلاته باندلز اوف مايكرو تيوبيول، باندلز اوف مايكرو تيوبيول، اربعه مين؟ اربعه مين؟ الاكتين والمايوسين، الاكتين والمايوسين، ادي اربعه اكتين ومايوسين، اكتين وايه؟ ومايوسين. حلو. طيب الاكتين والمايوسين دول بيساعدوا في ايه؟ بيساعدوا، مش البلتلت دي بتتحرك، مش البلتلت دي بتتحرك، هم بيطلعوا لي من وظائف الاكتين والمايوسين اصلا في الهيستو عموما، ان الاكتين والمايوسين دول بيكونوا لي حاجه شبه الاقدام الكاذبه، شبه الاقدام الكاذبه، بتساعد على الحركه بتاعت الخليه، بتطلع دراعات كده تخليها ايه؟ تخلي الخليه، شفت الطفل الصغير وهو بيزحف، الطفل الصغير وهو بيزحف تلاقيه متكز على ركبته، متكز على ركبته، وبيمد ايده اليمين لقدام وايده الشمال اللي جنبيها، يمد ويسحب لقدام، يمد ويسحب لقدام. هو ده نفس الطريقه بتاعت الاقدام الكاذبه بتاعت مين؟ بتاعت البريتلت. هو ده نفس الطريقه بتاعت ايه؟ الاقدام الكاذبه اللي هو السودو بودي بتاعت ايه؟ البليتلت. يبقى كده بتساعد في ايه؟ الاكتين والمايوسين، بليتلت موفمنت اند اجريجيشن، بليتلت موفمنت اند اجريجيشن. طبعا بما انها بتساعد ان هي تتحرك اكيد هتساعد ان هي ايه؟ تمسك برضه، كده هتساعد ان هي ايه؟ تمسك. حلو؟ حلو. يبقى كده احنا خدنا ان هو عباره عن سيل ميمبرين بتحوطه بجلايكوكاريتس. تاني حاجه الهايلومير اربع كونتاكت، اول واحد اومن كانوليكلر تنس تيوبر سيستم مايكرو تيوبيول واكتين وايه؟ مايوسين، وقلنا وظيفه كل واحده فيهم. حلو؟ حلو. طيب في ايه تاني؟ انا قلت لك ان ده كده خدنا مين؟ الهالومير. انا قلت لك في ثواني نرجع، ايوه انا قلت لك في الاي ام، في ال ام ان هي بتتكون من بريفرال هالومير وسنترال جرانيولومير، والجرانيولومير ده عباره عن ايه؟ ده في جرانيول. يبقى كده فعلا ان احنا ندرس ايه؟ ندرس الجرانيول. شيل بقى كل الكلام اللطيف اللذيذ ده، شيل الكلام، ندرس مين؟ ندرس الجرانيولومير. قبل بس كده نرجع بس بسرعه كده نبص على ايه؟ نبص على كام حاجه. ادي يا سيدي، ادي واحده، ادي المايكروتوبيول، ادي المايكروتوبيول اللي موجوده، نبص على واحده واحده فيهم. الاوبن كانريكال سيستم ادي اول حاجه، وادي الدنس تيوبولار سيستم، دنس تيوبولار سيستم، دنس تيوبولار سيستم لو تفتكر، دنس تيوبولار سيستم عباره عن ايه؟ الكترون دنس ريجولار تيوبيول. حلو؟ حلو. تالت حاجه عندي كان اكتين ومايوسين، اكتين ومايوسين. اخر حاجه واللي كانت مين؟ المايكرو تيوبيول، المايكرو ايه؟ تيوبيول. حلو كده؟ حلو. وادي الخليه برضو نفس الكلام، سيبك بقى من اللي جواها الاورجانيل، سيبك من الجلايكوجين والجرانيول دي، انا هقولها لك لسه دلوقتي. حلو؟ عندها طبعا ميتوكوندريا والكلام الحلو ده كله. طيب فاضل لنا كده هندرس ايه؟ الجرانيولومير اللي هو ايه؟ الجزء السنترال اللي فيه. الجرانيولومير بيتكون من ايه؟ قال لك بيتكون من فور ايتم زي الثاني، ده اربعه، الهيلومير اربعه، قال لك انا كمان اربعه. مين الفور ايتم؟ اول حاجه ميتوكوندريا اند بريكسيزو، ميتوكوندريا اند بريكسيزو، ميتوكوندريا وبريكسيزو. تعال نرجع لديت الصوره دي اوضح. ميتوكوندريا، ادي ميتوكوندريا، ادي ميتوكوندريا، وادي برضه ميتوكوندريا كمان اهي، ميتوكوندريا كمان اهي،
المفروض البروتوزوم واضحة ولكنها صغيرة، هي بتبقى عبارة عن ايه زي ما تقول كرات كده، كرات مدورة صغيرة، كرات مدورة صغيرة، بس هي مش واضحة قوي في الصورة يعني. حلو حلو، هذه الميتوكوندريا والبروتوزوم. تاني حاجة عندي جلايكوجين جرانيول، جلايكوجين جرانيول، جلايكوجين جرانيول اهي. طب الجلايكوجين جرانيول في رأيك كده هتعمل لي ايه؟ جلايكوجين جرانيول هتمدي لي الخلايا بالطاقة، هتمدي لي الخلايا بايه؟ هتمدي لي الخلايا بالطاقة. تالت حاجة لأن عندها هي اللي هي المصنع بتاع الاي تي بي، هي الأساس اللي بيتجاب منه الاي تي بي. مين اللي بيصنعه لي بقى؟ الميتوكوندري، ولكنها هي اللي بتكسر الجلوكوز وهو بيكسر بقى في الميتوكوندريا وبتحول لايه؟ الفيلم اللي انت عارفه ده كله اي تي بي للخلايا من الاخر. عشان كده تلاقي ان الجلايكوجين جرانيول موجوده دايما ايه؟ جنب الميتوكوندريا، جنب ايه؟ الميتوكوندريا. حلو؟ حلو. طيب ثالث حاجه قال لك نيومرس فيزيكال، نيومرس فيزيكال اللي بتعمل انفاجينيشن، انفاجينيشن اوف في السيمبرين والسيل كوت. دي عباره عن فيزيكال، فيزيكال موجودة في موجودة في الخلية، فيزيكال موجودة في الخلية. بص هي مش واضحة في صورة معينة يعني، بس ولكن هي عبارة عن فيزيكال جاية من الانفجيشن. شفت اوبن كانكرا سيستم دي بتكمل لجوه اللي هي الفيزيكال اللي زي دي، شفت الفيزيكال دي؟ هي دي الفيزيكال اللي هو ايه قصده عليه، هي جايه من الانفجيشن الاخر. حتى لو بصيت هتلاقيها سيل ميمبرين وجواها سيل كود بتاعها، سيل ميمبرين وجواها ايه السيل كود بتاعها. حلو حلو. طيب رابع حاجه وهو ده الاساس بقى، ميمبرينس باوند دنس جرانيول، ميمبرينس باوند دنس جرانيول، وهما ثلاثه الفا دلتا لامدا، الفا دلتا لامدا، الفا دلتا لامدا. قبل ما نتكلم عن تفاصيل كل واحده فيهم، تفاصيل كل واحده فيهم اتكلم لك تاني على الجرانيولومير بيتكون من كام حاجه. فور ايتم، فور. اول حاجه ميتوكوندريا وبروكسيزوم، تاني حاجه جلايكوجين بتاع الطاقه، هو اللي هيديني الطاقه، اللي هيصنع لي الطاقه الميتوكوندريا طبعا. نيومرس فيزيكال جايه من اوبر كانريكولار سيستم، وميمبرينس باوند دنس جرانيول اللي هي الفا ودلتا ولامدا، الفا ودلتا وايه ولامدا. في صوره، ايوه هي الصوره دي، الصوره دي بتوضح لي الفرق ما بين الالفا ودلتا واللامدا. طيب ايه الفرق ما بينهم؟ اول حاجه، اول حاجه الالفا، الالفا كبيره، الالفا هي الكبيره، شفت الالفا كبيره، الدلتا صغيره شويه، اللامدا هتلاقيها فاضيه. يبقى كده الالفا هي الكبيره، الالفا هي ايه الكبيره، الدلتا هتلاقيها صغيره وجواها نقطه سوداء، جواها صغيره وجواها نقطه سوداء، اللامدا هتلاقي ايه فاضيه. وكذلك هنا شفت الالفا، الفا كبيره، الالفا دايما هتلاقي الجرانيول الكبيره هي دي الالفا، الدلتا هتلاقي الجرانيول الصغيره، الجرانيول الصغيره. اما اللامدا هتلاقي اي حاجه مفتوحه كده صغيره لونها فاتح صغير، هتلاقي هي دي اللمبه، هي دي اللمبه، لان هي ايه ما فيهاش، مش واضحه قوي يعني. طب مين اللي في النص ده؟ ده الجلايكوجين، ده ايه الجلايكوجين، وده ومين الحتت الفاضيه دي، بما ان يعني وقفنا عند الصوره دي، الاوبن كانريكولار سيست، دي ايه الاوبن كانريكولار سيست. جميل جميل. ودي طبعا ايه الميتوكوندري، ودي طبعا ايه الميتوكوندري. حلو حلو. طيب تعالى بقى نتكلم عن، ناخده الجزء بتاع الجرانيول ده واحده واحده فيهم. اول واحده معايا هي الالفا جرانيول، والالفا هتلاقي مكتوب تحتيها كلمه ازيروفيلك. يعني ايه ازيروفيلك؟ ازيروفيلك دي صبغه، لما اصبغ خليه بصبغه الميثيلين بلو، بدات اصبغ خليه بصبغه الميثيلين بلو، هلاقي يحصل لها، هلاقي ان هي لو الخليه ظهرت في اللون البيربل، خلايا ظهر باللون البربل، بيبقى حصل لها اوكسيديشن، اوكسيديشن اللي حصل اوكسيديشن للصبغه، حصل اوكسيديشن للصبغه، وهو اللي كون لي الاسم ده، وعشان كده اتسمى لون ازيروفيلك، ازيرو ايه فيلك. طيب مين اللي هيعمل اوكسيديشن؟ ارجع 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 ارجع، فاكر قلت لك البريكسوم؟ البريكسوم ده هو اللي بيعمل اوكسيديشن. لو تفتكر في منهج الهيستون، البريكسوم كان من الحاجات المسؤوله عن الاوكسيديشن بتاع ايه؟ بتاع الاوكسيديشن في الاورجانيل المسؤول عن الاوكسيديشن في الخليه. حلو. يبقى كده يعني ايه ازيروفيلك؟ ازيروفيلك ده ميثيلين بلو حصل لها اوكسيديشن، ادتني لون ايه؟ بيربل. من لنفسك، مين اللي عمل الاوكسيديشن ده؟ اللي عمل الاوكسيديشن ده البريكسوزوم. جميل جميل. طيب الالفا جرانيول دي، الفا جرانيول دي مهم، يعني مهمتها ايه او بتعمل ايه؟ قال لك بتطلع بعض المواد. اول حاجه فايبرونش بليتلت دريفيد جروس، بليتلت دريفيد جروس، بليتلت سبيسيفيك بروتين. يبقى كده هي بتطلع
هي مسؤولة عن الإنتاج بتاع الفايبرونجين، متخزن فيها الفايبرونجين، ومتخزن فيها سبيسيفيك بروتين خاصة بالبليتلت، ومتخزن فيها الدرايفد جروس. الدرايفد جروس أو الحاجات المسؤولة عن الجروس بتاع مين؟ بتاع البليتلت. عشان كده تلاقي هي جواها إيه؟ هي كبيرة. تاني واحدة معايا دلتا إيه؟ دلتا جرانيول، دنس بادز. دنس بادز ليه؟ كلمة دنس بادز عشان هي لونها، شفت لو خدت بالك هي لونها نقطة حتة سودة صغيرة، حتة سودة ايه صغيرة، انما الالفا كبيرة. دنس بادس. طيب فيها ايه؟ قال لك فيها كالسيوم ايونز، فيها اي دي بي واي تي بي، اي دي بي واي تي بي، فيها ابنفرين وسيروتونين، ابنفرين وسيروتونين، ابنفرين وسيروتونين. طيب اسكمها ايه؟ اسكمها ازاي عشان ما انساهاش؟ هي اسمها دلتا، دلتا حتى هتلاقي دلتا وهي دنس جرانيول، وجواها اي دي بي. ومين اللي بيجي مع الاي دي بي دايما؟ اي تي بي. والاي تي بي ده ايه؟ طاقه، طاقه. وده ايه؟ بتظهر يعني بحتاجها عند ايه؟ النشاط. ومين هرمون، مين الهرمون اللي مسؤول عن النشاط والفايت اند فلايت؟ الابنفرين. الابنفرين هيجي لوحده لما تكون انت في مثلا فلايت، بلاش فايت، انت فلايت، فتلاقي ان انت مثلا فرحان، مثلا بتعمل سكاي دايفنج مثلا، تلاقي انت فرحان، فدايما الابنفرين اجيب معاه مين؟ اجيب معاه سيروتونين، عشان انت ايه؟ انت بتعمل سكاي دايفنج وفرحان. والكلام ده كله هيعوز حركه مصل. حركه المصل ده، حركه المصل ده مين اللي مسؤول عنها؟ ومين اللي بيساعد في الحركه، مسؤول عن حركه المصل ديت، ان الاكتين والمايوسين يتزحلقوا على بعض والكلام اللطيف بتاع الثانويه ده، ده مين؟ الكالسيوم ايون. يبقى كده تاني، دلتا دنس، اي دي بي هيجيب معاه اي تي بي، اي تي بي هيعوز طاقه، ده بتاع الطاقه هيعوز نشاط، الهرمون المسؤول عن النشاط والحركه ومش عارف ايه، الابنفرين طول ما انا بتحرك، طول ما انا سعيد، يبقى كده سيروتونين، الحركه عايزه عضلات، والعضلات هتشتغل بمين؟ بالكالسيوم ايونز. اخر نوع من انواع الجرانيول معانا وهو اللامدا جرانيول. اللامدا جرانيول دي عباره عن لايسوسومال انزيم، لايسوسومال انزيم، لا لايسوم يعني. يبقى كده اللامدا جرانيول لايسوسومال انزيم. تاني التلاته جرانيول الفا فيها فايبرونجين وبليتل سبيسيفيك بروتين وبليتل دريفت كروس، والدلتا زي ما قلت لك اي دي بي واي تي بي، وانا اي دي بي واي تي بي عايز طاقه، عايز طاقه، يبقى كده هرمون النشاط، في نشاط، يبقى كده ده الابنفرين، النشاط بيجيب السعاده، سيروتونين، النشاط والحركه هيعوزوا حركه عضلات، فبالتالي هجيب الكالسيوم عشان يحرك العضلات. اخر نوع معانا من الانواع الجرانيول وهو اللامدا ايه جرانيول، اللامدا ايه جرانيول. طبعا بما اننا قربنا يبقى كده في ايه سؤال، يا لا يعني انا قربته برضو يعني، ما تشوفش الاجابه يا عم، ما تشوفش الاجابه. المهم هي انت خلاص شفتها. which of the following جرانيول عندها السيروتونين؟ فاكر السيروتونين بتاعت السعاده، دلتا اي دي بي جابت اي تي بي، والاي تي بي والاي تي بي ابنفرين، ابنفرين معاه ايه؟ السعاده. يبقى ده مين؟ دلتا جرانيول. طيب مين which what is the best description of هالومير؟ هالومير ده اللي كان مين؟ اللي بره. هل هو سنترال جرانيولار بالبرازون؟ هو مش سنترال، يبقى دي غلط. الحته الثانيه، هل هو بريفرال بلو ترانسبيرنت زون؟ انت كده كويس. كونتيننج الفا جرانيول؟ لا يا عم، لا يا عم، انت كده وحش، انت لا انت وحش. يبقى كده اتنين ايه بي ايه غلط، لان الكونتيننج الفا جرانيول مش هالومير، ده مش هالومير، ده الجرانيولومير. طيب سي it is peripheral pale blue transparent zone. انا كنت لسه قايل عليك انت صح في الجمله دي، يبقى الجمله الاخيره دي ايه؟ صح. بس كده فيديو ان شاء الله يكون بسيط، صغير، سهل، لذيذ. اتمنى طبعا تكونوا استفدتوا بالفيديو، ولو حد احتاج اي حاجه زي ما انتم متعودين، حد يحتاج اي حاجه ما تكسفش ان هو يكلمني، واذا هسيب لكم طرق الكونتاكت بتاعتي مع تحت في الديسكربشن، وشاروا الفيديو وين اصحابكم بقى يا جماعه، عشان انا تعبت من كتر البوستات اللي بعملها والله. بس خير ان شاء الله، ربنا يجعلنا في ميزان حسناتنا جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.